اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هناخد النهارده الستيدي ستيت ايرورز، الاخطاء في منطقه الاستقرار، وهناخد 3 امثله عشان نثبت الموضوع كويس. عموما اخدنا قبل كده 3 ريكويرمنتس، 3 متطلبات، وعشان اعمل الاناليسز والديزاين للكنترول سيستم. اول حاجه الترانزيانت ريسبونس شرحناها سابقا، الاستابيليتي وشرحناها باستخدام الراو ستيبل، والنهارده هناخد الستيدي ستيت ايرور اللي هو يطلق عليه اي اس اس، وده مهم طبعا في الديزاين. عموما الستيدي ستيت ايرورز هو الاي اوف تي عندما تي تقول لي ما لا نهايه، او يطلق عليه اي اس اس او اي ما لا نهايه. هو الفرق بين الانبوت والاوتبوت عندما تي تقترب من ما لا نهايه. ايه الستيدي ستيت ايرور؟ هو الفرق بين الانبوت والاوتبوت عندما تي تقترب الى ما لا نهايه. ناخد امثله. انا مطبق هنا انبوت زي ما انتم شايفين كده، عباره عن ستيب. شايفين الاوتبوت كده الاول هنا، ادي الاوتبوت الاول بيطلع وبعد كده ينطبق. خلي بالك المنطقه الاولانيه دي اسمها ترانزيانت، عندي منطقه مين؟ الترانزيانت. بعد فتره زمنيه معينه بيحصل استقرار، المنطقه دي اسمها الستيدي ستيت، منطقة الاستقرار. هنلاحظ ان الاوتبوت انطبق على الانبوت، لما اطرح الانبوت ناقص الاوتبوت عندما تي تقترب من ما لا نهاية هنلقى الاتنين مفيش فرق ما بينهم، الفرق بزيرو. يبقى وقتها اقول اي واحد، لان هو الفرق بين الاوتبوت الاول والانبوت عند التي ما لا نهاية قيمته بتساوي زيرو. هروح للاوتبوت التاني، الاوتبوت التاني بيعدي منطقة الترانزيانت، هي المنطقة الاولانية، هدخل في منطقة الاستقرار، بس للاسف الاوتبوت هنا مش هينطبق على الانبوت عندي، ادي الانبوت وادي الاوتبوت، مش هينطبق عليه، في فرق بين الاثنين، انما التي تقترب من ما لا نهايه. الفرق ده اسمه ستيدي ستيت ايرور، هو عباره عن ايه؟ قلنا الفرق بين الانبوت والاوتبوت عندما تي تقترب من ما لا نهايه، يبقى اي 2 ما لا نهايه عباره عن كونستانت ثابت، هيبقى الخطين دايما متوازيين الى ما لا نهايه. ناخد مثال ثاني، في الحاله الاولانيه انا كنت مطبق انبوت هنا عباره عن ستيب، 1 2 3 10 ايا كان الانبوت. ستيب كونستانت. اما هنا هطبق الانبوت عباره عن رامب، رامب يعني تي، تي يعني خط مستقيم. لو لاحظنا للاوتبوت الاولاني، الاوتبوت الاولاني اللي هو الخط ده، بص كده الخط ده هينحرف شويه بعد كده هينطبق عليه، شايفين الانطباق هنا؟ يبقى المنطقه الاولانيه او الجزء الاول ده عباره عن الترانزيانت، بعد فتره زمنيه معينه هيحصل انطباق هنا، عند تي تقترب من النهايه هيبقى انطباق تام، يبقى الفرق بين الانبوت والاوتبوت هنا بزيرو، تمام؟ يبقى اي واحد ما لا نهايه او اي اس اس 1 بيساوي 0. ما زلنا هنطبق نفس الانبوت، الانبوت الاولاني اللي هو الخط المستقيم ده. روح للاوتبوت الثاني، هيبقى هنا في منطقه الترانزيانت زي ما انتم شايفين كده، هتلقى عند لحظه زمنيه معينه هيبقى مستقيم موازي للمستقيم الاول، يبقى هيبقى مستقيم موازي للمستقيم الاول اللي هو الانبوت قصدي عليه، يبقى هيبقى موازي للانبوت عندي. يبقى عند اي لحظه زمنيه هتلقى في فرق ثابت بين المستقيمين، لما تطرح الانبوت ناقص الاوتبوت هيطلع فرق ثابت طول الفتره عند اي لحظه زمنيه، وبالتالي اي 2 ما لا نهايه هو الفرق بين الانبوت والاوتبوت الثاني، يبقى يطلع ثابت لان المستقيمين هيبقى متوازيين، زي هنا المستقيم ده وده متوازيين، يبقى في فرق ثابت. ركز معايا كده، ما زلت هطبق الانبوت برضه عندي، طلع الاوتبوت بتاع السيستم بالشكل ده، خلي بالك مستقيمه بيزيد، لاحظ ان المستقيمين الفرق ما بينهم بيزيد، يعني المستقيم الاول اهو بتاع الانبوت، المستقيم بتاع الاوتبوت بينحرف عنه، هو مستقيم بس بينحرف، كل ما تي تقترب من ما لا نهايه الفرق ده بيزيد بيزيد، عندما تي تقترب من ما لا نهايه الفرق بين الاثنين بيبقى ما لا نهايه، يبقى عند التي تقترب من ما لا نهايه الفرق ده بين الاثنين بين الانبوت والاوتبوت اللي هنا هيبقى ما لا نهايه، لان الفرق بين المستقيمين هيزيد، يبقى اي 3 ما لا نهايه بيساوي ما لا نهايه. عموما التست انبوت سيجنال عندي اللي هي الانبوتس اللي بتطبقها على السيستم عشان اعمل تيست للستيدي ستيت ايرور، اول حاجه عباره عن الستيب، الستيب انه عباره عن ثابت، ده يطلق عليه ستيب، اما لو الثابت ده خليته بواحد يطلق عليها يونت ستيب، يونت ستيب، او في المسمى الفيزيائي يطلق عليها كونستانت بوزيشن. كونستانت بوزيشن عندي موتور عايزه يدور ويقف عند زاويه ثابته، فبالتالي بتبقى زاويه ثابته محدده زي السيرفو كده. دي التايم فانكشن بتاعها عباره عن قيمتها واحد، لو انا قلت يونت ستيب اللابلاس بتاعها واحد على اس، يبقى ار اوف تي هنا بتساوي واحد، اما ار كابيتال اوف اس بتساوي واحد على اس، ده اللابلاس بتاعها، ده يطلق عليها خلي بالك كونستانت بوزيشن، قيمتها بواحد او يطلق عليها يونت ستيب من ناحيه الكنترول. لو رحنا للنوع الثاني من الانبوت اسمه رامب، رامب هتلقى بيمر بنقطة الأصل وخط مستقيم كده، زاويته دي 45، بيصنع 45، يعني هو في منتصف الربع الأول. الدالة دي لو جبتها رياضيا R of T عندي بتساوي T، R of T بتساوي T، دي يطلق عليها رامب.
مش اللي فوق قلنا عليه هي constant position، يعني ثابت. الثابت ده لما تكمله يطلع اي خط مستقيم، الثابت ده لما كامله يطلع خط مستقيم. فكانت الاولانيه بسميها constant position، طول ما التانية هي تكامل الاولى ومعروف تكامل البوزيشن فيلوسيتي بسميها constant velocity عندي. يبقى طول ما هي رامب يطلق عليها constant velocity او يونت رامب. يونت رامب يعني واحد مضروبه في التي، او constant velocity عندي. التي اللابلاس بتاعها واحد على اس تربيع زي ما احنا شرحنا سابق. هنروح للنوع الثالث من الانبوت اللي اسمه البارابولا. البارابولا عندي بيبقى منحنى، معادلته في التايم دومين نص تي تربيع، نص تي تربيع. يطلق عليه يونت بارابولا. هتقولي ازاي يونت بارابولا وهنا نص تي تربيع؟ المفروض دي تبقى واحد تي تربيع. لا، اسمه يونت بارابولا. هقول لك ليه دلوقتي. او يطلق عليه كونستانت اكسلريشن. كونستانت اكسلريشن لو قلنا ان اللي فوق ده عباره عن فيلوسيتي، المستقيم لما تكامله يديك منحنى، كامل المستقيم يديك منحنى، او كامل التي، تكامل التي عباره عن نص تي تربيع. هتلاحظ ان ده ناتج دي عباره عن تكامل اللي فوق، وان كان اللي فوق عباره عن كونستانت فيلوسيتي يبقى اللي تحت كونستانت اكسلريشن، عشان كده بيقول نص تي تربيع. معروف ان نص تي تربيع لابلاس بتاعها واحد على اس تكعيب، وخدنا الكلام ده في اللابلاس. يبقى عندي كده الاولانيه يطلق عليه يونت ستيب او كونستانت بوزيشن، بتبقى اللابلاس بتاعها واحد على اس. الثانيه رامب وهي تكامل الاولى يطلق عليها كونستانت فيلوسيتي واحد على اس تربيع. الثالثه يطلق عليها بارابولا او كونستانت اكسلريشن، ودي عبارة عن واحد على اس تكعيب. تمام، المسميات مهمة قوي. نروح للستيدي ستيت ايرور في حالة اليونتي فيدباك سيستم. اخدنا قبل كده ده الكلوزد لوب، انا هشتغل على اليونتي فيدباك، يعني الفيدباك عندي بواحد هنا والاشارة راجعة بالسالب. الفورورد ترانسفير فانكشن هنسميها جي. الانبوت داخل مباشرة على السامنج، الاوتبوت راجع مباشرة على السامنج بالسالب، يبقى ده اسمه يونتي فيدباك. خلي بالك القوانين اللي هثبتها خاصة فقط باليونتي فيدباك، خاصة فقط باليونتي فيدباك، بمعنى ان الانبوت داخل مباشرة على السامنج بالموجب، الاوتبوت راجع بالسالب. اي تغيير في البلوك ده الاثبات اللي انا هثبته او القانون اللي هطلعه لا يتم تطبيقه. اي تغيير في البلوك ده القانون لا يتم تطبيقه. ركز معايا كده، انا عايز الستيدي ستيت ايرور بدلاله عندي الفورورد ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اوف اس. يبقى انا عايز اول حاجه اجيب الاي على الار، هجيب الايرور على الار. يبقى ايه هو الايرور؟ هو طرح الانبوت ناقص الاوتبوت. يبقى ار ناقص سي زي ما انت شايف من هنا، ده ناتج السامنج. يبقى ار ناقص سي، خلي بالك التعريف ده ثابت، يبقى الاي بتساوي ار ناقص سي، ده تعريف ثابت ثابت في الكنترول عندنا. بس في ناحيه البلوك لو الار داخله مباشره والسي راجعه بالسالب مباشره، يبقى الاشاره اللي هنا عباره عن ايرور. لو الار اللي داخله هنا مضروبه في بلوك، في بلوك هنا قبلها وداخله على السامنج والسي راجعه بالسالب، يبقى الاشاره اللي طالعه دي مش الايرور، لا يطلق عليها الايرور. يطلق عليها الايرور في حاله واحده، ان الار داخله على السامنج مباشره والسي راجعه بالسالب مباشره، لان الطرح الاثنين يطلع عندي الايرور، ده يطلق عليه الايرور. الايرور في البلوك بتاع اليونتي فيدباك لازم الار داخله مباشره والسي راجعه بالسالب مباشره. لو حصل تغيير في البلوك ده يبقى الاشاره اللي طالعه هنا دي ما تبقاش الايرور عندي. يلا مع بعض كده، السي عباره عن ايه؟ السي من هنا عباره عن ايه؟ الايرور في جي. هنروح نعوض فوق، انا عايز دلاله الايرور مع الانبوت، يبقى الانبوت ينزل زي ما هو، السي هشيلها واحط جي في اي. عندي اي اودي ده الناحيه الثانيه وابتدي اجمع، اطلع المطلب بالشكل ده، اجمع الاي. انا عايز الاي على الار، يبقى الاي على الار تطلع بالقانون ده في حاله مين؟ في حاله اليونتي فيدباك. ركز معايا كده، انا عايز الايرور على الانبوت ده عشان اجيب الستيدي ستيت ايرور. يبقى دايما هدفي لما يقول لي ستيدي ستيت ايرور يبقى انا عايز الايرور على الانبوت عندي، ده القانون عندي. يلا نضرب الار في الناحيه اليمين، يبقى اقول الايرور بيساوي ار على 1 زائد جي، يبقى ده القانون النهائي، ده القانون النهائي عندي في حاله ايه؟ باكد تاني يونتي فيدباك سيستم. ركز معايا كده، انا عايز الستيدي ستيت ايرور. الستيدي ستيت ايرور اصلا عباره عن ايه؟ الفاينل فاليو، اي ما لا نهايه، او اي اس اس هو ليميت الاي اوف تي لما تي تقول ما لا نهايه. اصلا الاي عباره عن ايه؟ ار ناقص سي. لما تي تقول لي ما لا نهايه يبقى عباره عن ايه؟ ار ما لا نهايه ناقص سي ما لا نهايه. يبقى هو الفرق بين الانبوت والاوتبوت، عندي تي تقترب من ما لا نهايه، ده التعريف اللي انا قلته. من ناحيه الفاينل فاليو عندي يبقى هو عباره عن ليميت اس تقول لي زيرو، اس في الاي اوف اس، يبقى لازم احط اس في الاي. اس تقول لي زيرو لان انا بجيب الفاينل فاليو، يبقى الفاينل فاليو اس تقول لي زيرو. طب لو الانيشال فاليو يبقى اس تقول لي ما لا نهايه. طول ما انت عايز الفاينل فاليو يبقى تي تقول لي ما لا نهايه، معكوسها يبقى اس تقول لي زيرو. ركز في المفهوم ده كويس، هضرب الاس في القانون ده يبقى ده القانون النهائي، ده في حاله اليونتي فيدباك. يبقى الاس في الار هنعوض من فوق،
على 1 زائد الجي. اعتقد كده الموضوع سهل. اول حاجه انا هغير الجي، الجي عندي دي هشوف الستيدي ستيت ايرور لمجموعه من التايبس الخاصه بالترانسفير فانكشن. الجي اوف اس ممكن اكتبها بالشكل ده، هي مجموعه من الاقواس مضروبه في بعض. خلي بالك حد المطلق في كل قوس يبقى بواحد، يبقى بواحد. لو في المقام هنا هاخد اس عامل مشترك، لو سمح لي ان انا اخد اس هسميها اس اس كيو. يا باشمهندس الترانسفير فانكشن هنا الثوابت هنا مش بواحد، لا خدها عامل مشترك من القوس، بحيث ان لازم الحد المطلق في القوس يبقى بواحد. وقتها الثابت النهائي للترانسفير فانكشن هسميه كي. ده شكل من اشكال الترانسفير فانكشن، او ممكن يبقى الشكل بالشكل ده. هنا مش مجموعه من الاقواس، لا ده عباره عن قوس واحد مضروبين في بعض، يعني كل الاقواس دي مضروبه في بعض مطلعه قوس واحد. كثيره حدود لازم يبقى الحد المطلق بواحد، كثيره حدود يبقى الحد المطلق بواحد. لو انا سمح لي اخد اس يبقى هسميها اس اس كيو، ولو هنا المعامل ده مش بواحد يبقى اخده عامل مشترك في البسط والمقام واخلصه واطلع الناتج يطلع كي كاب. يبقى الكيو يطلق عليها السيستم تايب اللي هي الاس الفردانيه اللي في المقام، في المقام وليست البسط، في المقام يطلق عليها السيستم تايب. الكي هي الاستاتيك دي سي جين، هي الاستاتيك جين او يطلق عليها الدي سي جين. او ببساطه لو لقيت كل قسم الاقواس دي حد المطلق فيه مش بواحد، مش بواحد بثابت، عوض عن اس بزيرو، عوض عن اس في الترانسفير فانكشن دي هنا مع اهمال الترم ده، الترم ده ما عوضش فيه اس بزيرو، اهمله. اعوض عن اس بزيرو هنا، هنا في الحته دي كلها في الاقواس الباقيه كلها، الثابت اللي يطلع هو الكي، يبقى الكلمه الثابته اللي هتطلع بكي. ونفس النظام عوض عن اس هنا بزيرو، لان كلمه ستاتيك جين او دي سي جين معناها الاس تقول لي زيرو، بس بهمل الترم ده في حاله ان انا بجيب الستاتيك جين. يبقى وقتها امسك اعوض عن اس بزيرو هنا في كل ترانسفير فانكشن ما عدا الترم ده اللي هو اس اس كيو، والناتج اللي يطلع هو الكي، هو الدي سي جين عندي. هنبدا باول حاله، لما المقام زي ما انا شرحت كده هنا يبقى اس اس زيرو، معناها ما فيش اس في المقام، معناها ان انا ما اقدرش اخد اس عامل مشترك في المقام منفرد، يبقى ده يطلق عليه تايب زيرو. او ممكن بالحاله الثانيه يبقى الاقواس اهي زي ما انت شفت اس اس زيرو هنا معناها مش موجوده، يبقى ده يطلق عليه تايب زيرو. هنطبق عليه الانبوتس اللي انا شرحتها في السلايد اللي فات. الانبوتس نبدا باول انبوت، ده عموما عندنا القانون، القانون اللي انا استنتجته في اليونت فيدباك. خلي بالك الجي عباره عن فورورد ترانسفير فانكشن. نبدا باول حاله اليونت ستيب انبوت، معناها ان الار اوف اس بتساوي 1 على اس. نروح نعمل ايه؟ ار اوف تي بتساوي 1، انا بشتغل على ار اوف اس. يبقى اي اس اس بيساوي ايه؟ ليميت القانون ده، اعوض عن ار عندي بواحد على اس لان هو اليونت ستيب، اعوض عن ار بواحد على اس هضربها في اس اللي موجوده في القانون طارد في البسط، يطلع عندي ايه؟ 1 على 1 زائد ده طار بواحد، اعوض عن اس بزيرو. طول ما الجي موجوده منفرده اعوض فيها باس بزيرو، اعوض فيها اس بزيرو، يبقى جي اوف زيرو. ركز معايا كده، الجي اوف زيرو دي هسميها بثابت، هسميه ستاتيك بوزيشن ايرور كونستانت كي بي. يبقى الكي بي هو عباره عن جي اوف زيرو، جي اوف زيرو ستاتيك بوزيشن ايرور كونستانت كي بي عباره عن جي اوف زيرو. ليه سميته ستاتيك بوزيشن؟ لان انا بطبق يونت ستيب، وقلنا اليونت ستيب معناها بوزيشن او كونستانت بوزيشن. يبقى الكي بي وقتها اسمها ستاتيك بوزيشن، دي ليها علاقه بالانبوت. طول ما الانبوت عندي بوزيشن يبقى الثابت اللي طالع اسمه كي بي اسمه ستاتيك بوزيشن ايرور، قيمته جي اوف زيرو. يبقى هقول 1 على 1 زائد القيمه دي عباره عن كي بي. طب الجي اوف زيرو عباره عن ايه؟ يعني اعوض في الترانسفير فانكشن عندي في الترانسفير فانكشن عن اس بكام؟ بزيرو، يطلع لي الثابت هنا بكي. ركز معايا كده، هعوض بعد كده عن الجي زيرو بكي بي، يبقى الاي اس اس بيساوي 1 على 1 زائد كي بي. يبقى ده اسمه الستيدي ستيت ايرور، ده عباره عن كونستانت فاليو، مش الكي بي عباره عن كونستانت. اعوض عن اس بزيرو هنا، اس بزيرو تطلع بايه؟ بالكي اللي موجوده في البسط، لان مفيش اس في المقام. وقتها ده يطلع ثابت، 1 على 1 زائد ثابت يطلع في الاخر كونستانت فاليو. لو الكي بي زادت في المقام معناها ان الكي بتاع الترانسفير فانكشن زاد، كي زادت. لما الكي بي دي تزيد في المقام يحصل ايه للاي اس اس؟ تقل، لان 1 على مقدار بيزيد اي اس اس تقل. طب لو الكي بي قلت، قلت معناها الكي قلت، معناها ان الكي بتاعت الترانسفير فانكشن بتقل. لما دي تقل 1 على حاجه قليله يديك ايه؟ الاي اس اس بتزيد. ده في حاله ان انا طبقت يونت ستيب انبوت. يبقى يونت ستيب انبوت بجيب ثابت اسمه ستاتيك بوزيشن ايرور كي بي، عباره عن جي اوف زيرو، ده ثابت، نفس تايب زيرو مش هغيره، ونفس القانون. هروح اغير الانبوت، هقول يونت رامب انبوت. قلنا يونت رامب معناه الار اوف اس بتساوي 1 على اس تربيع. دي معناها ايه سيادتك؟ معناها ان انت بتطبق كونستانت فيلوسيتي على السيستم، كونستانت فيلوسيتي ده الانبوت. هروح نعوض عن ار اوف اس دي ب 1 على اس تربيع، ده القانون المحفوظ.
عوض عن R في S بواحد على S تربيع S، ودي S تربيع طار مع الS يفضل S في المقام فوق. طب ما S في المقام ما تنزلها تحت، هتنزل تحت، ركز معايا كده. يبقى تتضرب في الواحد تبقى بS، تتضرب في الجي بS، يبقى S في جي. اخد الليمت S تقول لي 0. لو الS منفردة اعوض عن S بزيرو مفيش مشكلة، لكن لو في اتنين ترم مضروبين في بعض وبيعتمد كل منهم على الاس مينفعش اعوض عن اس هنا. يبقى تاني لو الجي في اس منفرده عوض عن اس بزيرو مفيش مشكله، وده شفناه في السلايد اللي فات. الاس هنا منفرده عوض عن اس بزيرو مفيش مشكله، طول ما في ترمين مضروبين في بعض وكل ترم بيعتمد على الاس مينفعش اعوض عن اس بزيرو. يبقى هنعوض عن اس بزيرو هنا، طارت الاس بقيت بزيرو، فضل عندي اس في جي تطلع بدي، مينفعش تعوض عن اس بزيرو هنا قلنا. ليه؟ ممكن الجي فيها اس في المقام تطير الاس دي، وبالتالي الناتج هيختلف. طبعا انا هاخد ليميت البسط بواحد، ليميت المقام عندي عباره عن اس في الجي. الاس في الجي ده هسميها بكونستانت جديد اسمها ستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستانت كي في. يبقى الكي في بيعبر عن الكونستانت فيلوسيتي ايرور، قانونه عباره عن ليميت باخد المقام ده هو عباره عن كونستانت اللي هو كي في، ليميت اس في جي، ليميت اس في جي، وبالتالي المقام هنا بقي كي في. يبقى الستيدي ستيت ايرور عباره عن ايه؟ ركز معايا كده، عبارة عن واحد على الكي في، واحد على الكي في. طيب مش الجي اوف اس عندك ادي شكلها؟ خلي بالك مفيش اس في المقام، مفيش اس في المقام هنا. اضرب في اس، هضرب دي في اس، عوض عن اس بزيرو، يبقى اضرب دي كلها في اس، وبعد ما اضربها عوض عن اس بزيرو، عوض عن اس بزيرو، كل الاقواس هنا بتطلع وحيد، اضربها في الكي وخلي بالك في اس في البسط، عوض عن اس بزيرو، طارت الترانسفير فانكشن، يبقى الناتج ده كله عباره عن زيرو، يبقى اس في الجي عباره عن زيرو عندي. ده مش معناها ان انا عوضت عن اس بزيرو هنا بزيرو ضربت في دي بزيرو، غلط، لا، اخد الجي في اس عوض عنها، واضربها في اس فوق، وعوض في الناتج باس بزيرو، تطلع عندي بزيرو. يلا كده الاي اس اس عباره عن واحد على الكي في، واحد على الكي في عندي، يعني واحد على زيرو، يطلع بما لا نهايه. بما لا نهايه. يبقى في حاله ان انا بطبق يونت رام على تايب زيرو سيستم، الاستاتيك فيلوسيتي ايرور بزيرو، والستيدي ستيت ايرور بما لا نهايه، لان هو مقلوب الثابت ده. نروح برضه لتايب زيرو، ونفس القانون مفيش اختلاف. نبتدي نعوض عن الانبوت عندي بيونت بارابوليك انبوت او يونت بارابولا. اكسلريشن انبوت معناه ان الار في اس واحد على اس تكعيب. خلي بالك لو في التايم دومين تبقى نص تي تربيع، نص تي تربيع. طب يا باشمهندس ممكن يغير لي الانبوت في الامتحان؟ اه ممكن، يقول لك 1/10 تي تربيع، يبقى تروح تجيب له اللابلاس. بعد ما تجيب له اللابلاس تعوض في القانون سيات، او الليمت اس عوض عن ار في اس واحد على اس تكعيب، يبقى الاس طارت مع واحده من هنا، فضل اس تربيع في المقام هنا، تنزل تحت، يبقى هتنزل تحت اس تربيع زي الاس تربيع في الجي. قلنا اس تربيع دي منفرد عوض عنها بإس بزيرو، إس تربيع في الجي ما ينفعش أعوض عنها لأن حصل ضرب ترمين. أقول ليميت البسط وليميت المقام تبقى إس تربيع في الجي، وآخد الليميت لما إس تقول لي زيرو، ما ينفعش تعوض عن إس بزيرو هنا قلنا عشان الاتنين مضروبين في بعض. هاخد الترم ده هسميه بثابت جديد اسمه ستاتيك أكسلريشن إيرور كونستانت، كي إيه. كي إيه نتيجة الإيه اختصار أكسلريشن، وكي عشان بيعبر عن كونستانت. ليه سميته كونستانت أكسلريشن إيرور عندي؟ لأن الإنبوت عبارة عن أكسلريشن إنبوت. فاهمين الفكره؟ في علاقه بين الثابت ده والانبوت عندي. يلا الكي اي عباره عن ايه؟ اه اللي موجوده في المقام دي. امسك الترانسفير فانكشن دي اضرب فيها في اس تربيع، عوض عن اس بزيرو. خلي بالك مفيش اس في المقام لان شغال تايب زيرو. عوض عن اس بزيرو يطلع كل الاقواس دي بواحد. اضربها في الكي في اس تربيع، عوض عن اس تربيع اللي هنا بزيرو، طارت. يبقى الناتج يطلع بايه؟ يطلع بزيرو. الستيدي ستيت ايرور من فوق عباره عن ايه؟ واحد على الكي اي. واحد على الكي اي. عوض عن الكي اي بزيرو يطلع بما لا نهايه. يبقى في حاله ان انت مطبق يونت بارابوليك انبوت على تايب زيرو، الكي اي بيطلع بزيرو والستيدي ستيت بيطلع بما لا نهايه. هنبتدي نغير التايب. يبقى الثلاثه سلايدز اللي انا شرحتهم اللي فاتوا هبتدي اعيدهم تاني واغير التايب في كل مره. تايب واحد يعني اس تبقى اس واحد تحت، يعني في اس، او ممكن بالحاله الثانيه اهي يبقى اس اس كام؟ واحد. يبقى عندي تايب واحد. تايب واحد. يلا كده القانون ده، القانون ما اتغيرش. نروح نطبق يونت ستيب انبوت، نطبق يونت ستيب انبوت اللي هو واحد على اس، نعوض في القانون اللي هنا ده. يبقى اس في ار في اس تبقى اس في واحد على اس، طارت الاس من البسط، يبقى بي اي واحد على واحد زائد جي. طب عوض عن اس بزيرو، اه لان جي منفرد، يبقى تبقى واحد على واحد زائد جي زيرو. قلنا جي زيرو عباره عن كونستانت اسمه ايه؟ ستاتيك بوزيشن. ليه بوزيشن؟ عشان انا مطبق يونت ستيب انبوت. يبقى هجيب حاجه اسمها ستاتيك بوزيشن ايرور اسمه كي بي. الكي بي عباره عن جي اوف زيرو، عوض عن الاس بزيرو هنا، يطلع ايه؟ يطلع وحيد في الاخر. طب هنا في اس في المقام،
اعوض عنها بزيرو يبقى ثابت على زيرو وتطلع بما لا نهايه، يبقى الكي بي تطلع بما لا نهايه. طب الاي اس اس بتساوي ايه؟ 1 على 1 زائد الجي زيرو دي عباره عن الكي بي. طب ما هي الكي بي انت جايبها بما لا نهايه هنا، يبقى 1 على ما لا نهايه تطلع بزيرو في الاخر، تطلع بزيرو. في حاله ان انا مطبق يونت ستيب انبوت على تايب 1 الكي بي بتطلع بما لا نهايه والاي اس اس بتطلع بزيرو. نروح للحاله الثانيه، نفس تايب 1 برضه معناه ان في اس في المقام ونفس القانون هنعوض عن الانبوت عندي بيونت رام بانبوت، يعني بواحد على اس تربيع. هنعوض عن ار هنا بواحد على اس تربيع اضربها في اس، يبقى التربيع مع الاس فضل واحد على الاس بس، ما تنزل اس في المقام يحصل ايه؟ تبقى اس زائد اس في جي. اعوض عن اس بزيرو، يبقى اعوض عن اس هنا بزيرو، لكن هنا ما ينفعش اعوض، حصل ضرب ترمين، يبقى تبقى ليميت، خد ليميت البسط وليميت المقام، تبقى اس في جي. قلنا اس في جي ده عباره عن ايه؟ كونستانت اسمه ستاتيك فيلوسيتي ايرور كي في. اعمل ايه بعد كده؟ يبقى عندي الكي في ليميت اس في جي، ده ثابت من القانون اللي فات. قلنا ليه سميناها ستاتيك فيلوسيتي؟ عشان انا مطبق الانبوت عندي رامب اللي هو كونستانت فيلوسيتي، يبقى هجيب الكي في وقتها. يبقى الكي في عباره عن اس في الجي اضرب اس هنا، اس في الجي اضرب في اس، هتلقى الاس اللي هنا اللي انت ضربت فيها اللي جايه من القانون مع الاس من المقام طارت. عوض عن ناتج الباقي اس بزيرو، تعوض عن الاقواس كلها اس بزيرو يطلع وحيد، يطلع في الاخر كي، تطلع الناتج عندك كي. عشان كده قلت لك طول ما في ترمين مضروبين في بعض ما ينفعش تعوض عن اس بزيرو مباشره، لا اضرب الاول بعد كده عوض. طب لما تعوض مباشره اس بزيرو طار، يبقى المفروض الناتج يطلع زيرو، لا الناتج طالع كي، الناتج طالع كي، اضرب فوق في اس، اس مع اس طارت، عوض على الباقي باس بزيرو تطلع بكي. يبقى عندي الاي اس اس بيساوي 1 على الكي في، 1 على الكي في يعني 1 على كي، تمام؟ ده عباره عن كونستانت لان الكي كونستانت. نفس طيب 1 هنروح نعوض عن الانبوت عندي يونت بارابولا او يونت اكسلريشن عندي، اكسلريشن انبوت يعني 1 على اس تكعيب. هنعوض عن ار هنا بواحد على اس تكعيب، الاس مع واحده منهم طارت فضل اس تربيع، نزلها في المقام هتطلع بالشكل ده، عوض عن دي بزيرو واضرب الاثنين في بعض دي خليها في المقام. عندي الاستاتيك اكسلريشن ايرور اللي اسمه الكي اي، عباره عن ايه سيادتك؟ المقام اللي هو ده، يبقى ليميت اس تربيع في الجي، يبقى الكي اي ثابت قانونها اس تربيع في الجي، وهتلاقي ليميت عند اس تقول لي زيرو. اعمل ايه بعد كده؟ اضرب هنا في اس تربيع، اضرب في اس تربيع، يبقى اللي هي جايه من القانون اس تربيع، عندك التربيع هيطير مع الاس هيفضل في اس في البسط، اضرب الاس في القوس ده كله عوض عن اس بزيرو، زيرو في اي حاجه هتطلع في الاخر زيرو. مع الستيدي ستيت ايرور بيساوي واحد على الكي اي، واحد على الكي اي والكي اي بزيرو، يبقى واحد على زيرو بما لا نهايه. يلا كده نروح لتايب 2، تايب 2 يعني اس تربيع في المقام، يعني اس اس 2 منفرده منفرده. خلي بالك فرق بين السيستم اوردر، السيستم اوردر ان بضرب الاقواس كلها في بعض واشوف اعلى بار للاس ودي اسمها السيستم اوردر، لكن لما اخد اس من مقام عامل مشترك منفرده الباور بتاعتها دي اسمها التايب بتاع السيستم، او ممكن بالطريقه الثانيه يبقى اس تربيع منفرده هنا في المقام وباكد ثاني في المقام مش في البسط، ده اسمه تايب 2. يبقى ما زلنا في قانون الستيدي ستيت ايرور، هنا هنعوض بنفس الحالات، نبدا باليونت ستيب. اليونت ستيب يعني الار عندي بواحد على الاس، عوض على تطلع بنفس القانون يطلع عندي بنفس القانون ما فيش اختلاف، طول ما يونت ستيب انبوت ده نفس القانون لجميع الحالات. يبقى الستاتيك بوزيشن ايرور الكي بي، ليه قلنا كي بي؟ عشان شغال يونت ستيب انبوت، بكرر كتير عشان تبقى فاهم وحافظ الجمله اللي انا بقولها. الكي بي عباره عن جي اوف زيرو، جي اوف زيرو يبقى عباره عن ايه؟ عوض عن الاس بزيرو هنا مباشره، عوض عن الاس بزيرو يطلع ايه؟ اس تربيع، عوض عنها بزيرو في المقام، يبقى اي حاجه على زيرو تطلع بما لا نهايه. يبقى الستيدي ستيت ايرور عباره عن 1 على 1 زائد كي بي، عوض عن كي بي بما لا نهايه، تبقى 1 على ما لا نهايه بكام؟ بزيرو. يبقى 1 على ما لا نهايه بزيرو. نروح للحاله الثانيه، الحاله الثانيه هطبق يونت رامب انبوت. يونت رامب يعني 1 على اس تربيع، عوض في القانون ده ب1 على اس تربيع، اضربها في اس بنفس الفكر، عوض عن اس بزيرو يطلع المقام اس في جي. يبقى ده اسمه ستاتيك فيلوسيتي ايرور. ليه ستاتيك فيلوسيتي ايرور؟ عشان الانبوت عندي يونت رامب، يونت رامب يعني كونستانت فيلوسيتي، يبقى ثابت اسمه ستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستانت كي في، عباره عن ايه؟ المقام يلا اخد الجي اضربها في اس، خد الجي دي اضربها في اس، هضربها في اس هنا، يبقى اضرب هنا في اس، الاس بتاعت البسط هتطير مع التربيع، يفضل اس في المقام، عوض عن اس بزيرو بعد كده، اس في المقام عوض عنها بزيرو، يبقى ثابت على زيرو يطلع ما لا نهايه. ما لا نهايه عندي يبقى الاي اس اس بيساوي ايه؟ 1 على الكي في، يبقى عندي يبقى 1 على ما لا نهايه بزيرو. وبكده هروح لاخر حاله ان انا بطبق يونت بارابوليك انبوت
اكسلريشن، يبقى عندي واحد على اس تكعيب، اعوض في القانون عن ار بواحد على اس تكعيب، يبقى هتبقى عندي اس تربيع تنزل في المقام، اعوض عن اس تربيع دي بزيرو، يطلع عندي اس تربيع في الجي، اس تربيع في الجي، ما عوضش هنا طبعا، اجيب الثابت اللي اسمه ستاتيك اكسلريشن ايرور كونستانت كي اي عباره عن اس تربيع في الجي، هات له الليمت، امسك دي اضربها في اس تربيع، ادي الجي اضربها في اس تربيع، اس تربيع مع الاس تربيع طارت، عوض عن اس هنا بزيرو، عوض عن اس بزيرو، يفضل عندك ان كل الاقواس هتطلع وحيد، ويفضل عندك الكي بس، يبقى يطلع كي، يبقى الاي اس اس بيساوي واحد على كي اي، الكي اي عباره عن الكي بتاع ترانسفير فانكشن، واحد على كي. وبكده احنا انهينا كل الحالات. في النهايه هلخص لك الموضوع ده في جدول، ركز معايا كده، دي التسع سلايدات اللي فاتت، انا شغال على تايب 0 تايب 1 تايب 2، طبقت كل مره على كل تايب منهم ستيب انبوت رامب انبوت اكسلريشن انبوت، يعني ستيب انبوت واحد على اس، رامب انبوت واحد على اس تربيع، اكسلريشن انبوت واحد على اس تكعيب. اذا تم تغيير الانبوت خارج نطاق الستاندرد فورم دي لازم ترجع تعوض في القانون. لو انا مطبق ستيب انبوت في تايب 0 يبقى القانون 1 على 1 زائد كي، 1 على 1 زائد كي ده الستيدي ستيت ايرور، والكي اللي هنا عباره عن كي بي. نفس التايب 0 انت طبقت رامب يبقى ما لا نهايه، طبقت عليه اكسلريشن يبقى ما لا نهايه. هروح لتايب واحد، لما طبق عليه ستيب انبوت يبقى الستيدي ستيت ايرور بزيرو، لما طبق عليه رامب واحد على كي، لما طبق عليه اكسلريشن يطلع بما لا نهايه. هروح لتايب اتنين، لما طبق عليه ستيب يبقى بزيرو، لما طبق عليه رامب بزيرو، لما طبق عليه اكسلريشن واحد على كي. الجدول ده احفظه ازاي؟ ركز معايا كده، اكتب على الشمال تايب زيرو وتايب واحد تايب اتنين، ابدا من فوق ستيب رامب اكسلريشن، القطر دايما بقيم، القطر دايما بقيم، فوق القطر دايما ما لا نهايه، تحت القطر دايما بزيرو. بص كده، ده القطر، فوق القطر ما لا نهايه، تحت القطر دايما بزيرو. في حاله تايب زيرو وستيب انبوت، تايب زيرو ستيب انبوت، القانون هنا اللي في القطر 1 على 1 زائد كي، هنا 1 على كي 1 على كي. ايه هي الكي؟ الكي عندك ان انا بعوض عن اس بزيرو في الترانسفير فانكشن مع اهمال التايب بتاعها، يعني الاس اس كيو اللي في المقام دي منفرده اعتبرها مش موجوده، اعوض عن اس بزيرو يطلع ثابت، الثابت ده هو كي. يبقى تاني باخد القطر زي ما انت شايف اهو، فوق القطر بما لا نهايه، تحت القطر بزيرو، في حاله ان انا باخد التايب ناحيه الشمال والانبوت فوق، يبقى عندي ترانسفير فانكشن بيبقى ده شكلها، وعندي كمان ان الكي بي عباره عن دي اوف زيرو، دي قوانين ثابته. خلي بالك الكي بي بجيبه في حاله ان الانبوت عباره عن يونت ستيب بوزيشن، الكي في بجيبه بالقانون ده، بالقانون ده الاس في الجي، في حاله الانبوت عندي عباره عن رامب واحد على الاس تربيع، الكي اي عباره عن اس تربيع في الجي واجيب لها الليمت، ده في حاله ان الانبوت عندي عباره عن بارابولك اكسلريشن انبوت، تمام، واحد على الاس تكعيب. ده ملخص السلايدات اللي فاتت. ناخد امثله عشان الموضوع يتضح. بيقول لي ان عندي الفيجر ده، بيقول لي ان الستيدي ستيت ايرور عندي تو ا يونت رامب انبوت، خلي بالك يونت رامب انبوت، الستيدي ستيت في البلوك الاولاني طلع ب 2 زيتا على اوميجا ان، خلي بالك هو اداهولك، ممكن ما يديهولكش في المساله يقول لك احسبه، احنا هنحسبه برضه، طلع ب 2 زيتا على اوميجا ان. بيقول لك وضح ان الستيدي ستيت ايرور للرامب انبوت، ممكن ان انا اشيل الستيدي ستيت ده مي بي اليمينيتد، يعني ممكن اشيله لو انا طبقت انبوت ريديوسد تو ذا سيستم ثرو بروبورشنال بلس ديريفاتيف فلتر اللي هو البلوك ده. يعني بيقول لك انا هحط بلوك هنا كما هو موضح في الفيجر بي، اند ذا فاليو اوف كي، يبقى هو في المساله دي البلوك الاولاني بيقول لك ان انا هطبق يونت رامب انبوت، الستيدي ستيت عندي عباره عن 2 زيتا على اوميجا ان، طبعا هو مديهولك جاهز، شكرا انا هحسبه برضه عشان اوريك تحسبه ازاي. بيقول لك ان الستيدي ستيت ايرور لما هطبق هنا رامب انبوت على البلوك الثاني في حاله ان انا ضفت الترم ده البلوك ده، قال لك عمل اليمينيت للايرور عندي، الستيدي ستيت ايرور يعني خلاه بزيرو. بيقول لي احسب قيمه كي اللي تخلي الستيدي ستيت ايرور بزيرو في البلوك الثاني. بيقول لك خلي بالك ان الايرور عباره عن ار ناقص سي، خلي بالك الايرور عباره عن ار ناقص سي. البلوك الاول ان هيطبق رامب انبوت واحده على الاس تربيع، الاي اس اس 2 زيت على اوميجا ان، هنا في البلوك الثاني بيقول اي اس اس هخليها بزيرو، كلمه اليمينيت يعني هخليها بزيرو، انا عايز قيمه الكي. نروح للبلوك الاول، البلوك الاول عندي هطبق رامب انبوت يبقى واحده الاس تربيع، ده عباره عن يونيتي فيدباك سيستم، الانبوت داخل مباشره على السامنج، الاوتبوت راجع مباشره هنا، يبقى دي عباره عن الجي، يبقى فين الجي؟ هي دي الجي. طب انت مش هتطبق رامب، يبقى اجيب كي بي ولا كي في ولا كي اي؟ هطبق رامب يبقى اجيب حاجه اسمها كي في، يبقى الكي في يبقى الانبوت عندي بيحدد الثابت اللي هجيبه، يبقى الكي في عباره عن اس في الجي، خلي بالك الجي هي الفورورد ترانسفير فانكشن في حاله اليونتي،
القوانين دي لا يتم تطبيقها الا في حاله اليونت فيدباك سيستم والانبوت داخل على الصمغ مباشره. هنعوض، هنضرب الاس في الجي، اضرب الاس ادي الجي عندك، شايف الجي؟ مش الجي دي اصلا طيب واحد؟ بص كده في اس منفرد اهي، يبقى طيب واحد. المهم اضرب الاس في الاس طارت، عوض عن ناتج الباقي اس بزيرو، تطلع اوميجا ان على 2 زيتا، ده مين الكي في. طب الستيدي ستيت ايرور عباره عن ايه؟ واحد على الكي في، واحد على الكي في، قالب دي يبقى 2 زيتا على اوميجا ان، ده اللي ادهولك في المساله، يبقى ده الناتج اللي ادهولك في المساله. السلايد ده مش مطلوب في المساله، بوريك ازاي تحسب الستيدي ستيت ايرور للبلوك اللي قدامك ده. نروح للمطلوب في المساله، هيروح للبلوك الثاني. البلوك الثاني الانبوت هيتضرب في بلوك وداخل على الصامنج، والاوتبوت راجع مباشره باشاره سلب، يبقى ده يونت فيدباك. يبقى وقتها هقول ان الاشاره اللي طلع هنا ده عباره عن ايرور، غلط، لان قلت عشان الاشاره اللي هنا تبقى يطلق عليها ايرور لازم الانبوت يبقى داخل على الصامنج على طول. ده الانبوت هيتضرب في بلوك وبعد كده الناتج يدخل على الصامنج، يبقى وقتها الاشاره اللي طالعه دي مش الايرور، ايرور عباره عن ايه؟ الار ناقص سي. طب هل الاشاره اللي هنا عباره عن ار ناقص سي؟ لا، ده عباره عن الار مضروبه في البلوك ناقص السي. يبقى القانون اختلف، لا الايرور عباره عن ار ناقص سي. القانون ده ثابت ملوش علاقه بالبلوك، سواء اتحقق في البلوك او لم يتحقق، القانون ده ثابت. طبق واحد على الاس تبريع، ده رامب عندي كانبوت. يبقى وقتها كل القوانين اللي انا شرحتها للاسف لا يمكن تطبيقها. يبقى محتاج ايه؟ يبقى محتاج ان انا اجيب علاقه الايرور اللي هي ار ناقص سي. يبقى اول حاجه اجيب الكلوزد لوب، يبقى في حاله ان البلوك مختلف لازم اجيب الكلوزد لوب. الكلوزد لوب عندي اجيبه ازاي؟ زي ما احنا اتعلمنا، دي فورورد على واحد زائد دي، وتبتدي توحد مقامات وتخلصها. الناتج اللي يطلع من ده اضربه في البلوك ده يطلع عندك الناتج اهو، ده الكلوزد لوب. الايرور عباره عن ار ناقص سي. طب تعرف تجيب سي من هنا؟ اقدر اجيب سي. يبقى عندي الايرور بيساوي ار ناقص سي، السي من فوق اضرب الار ناحيه اليمين، اضرب الار ناحيه اليمين كده، تبقى ار ناقص السي عندي اللي هي البلوك مضروبه في ار، شايف ار وار، وحد مقامات، اوحد مقامات. بعد توحيد المقامات طلعت بالشكل ده، خد ار عامل مشترك. طبعا انت هتخلص الناتج، انا خلصت الناتج طلع بالشكل ده مضروبه في الار، ده الاستيدي ستيت عندي ايرور كعلاقه في الار، لازم اثبته كده، ما ينفعش اعوض في القانون اللي فات. ده القانون النهائي اللي احنا حصلنا عليه، الانبوت عندي واحد على الاس تربيع. طب اصلا الاستيدي ستيت ايرور عباره عن ايه؟ الاس في الاي، الاس في الاي، يبقى انا حصلت على الاي من فوق، يبقى اس في الاي دي كلها. طب والار؟ الار عندي بواحد على الاس تربيع، اشيلها اعوض عنها بواحد على الاس تربيع، لان هو قال لي رامب انبوت اس تربيع، لان خلي بالك في اس هنا اهو وفي اس تربيع، خد اس عامل مشترك مع الاس دي تبقى اس تربيع، طارت مع الاس تربيع دي يطلع الناتج كده. بعد ما تخلصها تعوض عن اس بزيرو، لما اعوض عن اس بزيرو يطلع الناتج بالشكل ده. ده عباره عن الستيدي ستيت ايرور عندي. في مشكله، هو اصلا مش عايز الستيدي ستيت ايرور، هو عايز الكي اللي تخلي الستيدي ستيت ايرور بزيرو، يبقى اخلي ده بزيرو. خدت اوميجا ان من هنا، اوميجا ان من هنا، مع التربيع طلعت بالشكل ده، هسوي دي بايه؟ بالزيرو. اوميجا ان في زيرو طارت، يبقى 2 زيتا بيساوي كي اوميجا ان، يبقى عندي الكي، طلع كي من هنا تطلع 2 زيتا على اوميجا ان. ده عشان اعمل اليمينيت للستيدي ستيت ايرور، اليمينيت يعني اخلي الستيدي ستيت ايرور بزيرو عندي. نروح لمثال 2، مثال 2 بشوفه كتير في الامتحانات، بيقول لي عندي يونيتي فيدباك كنترول سيستم وذ ذا كلوزد لوب ترانسفير فانكشن، يبقى دي عباره عن كلوزد لوب ترانسفير فانكشن، ديترماين ذا اوبن لوب ترانسفير فانكشن، عايز الجي، المساله مقلوبه. يعني هو مديك الكلوزد وعايز هو الاوبن ترانسفير فانكشن. خلي بالك يونيتي فيدباك سيستم، يونيتي فيدباك اهو، بيقول لك اثبت ان الستيدي ستيت ايرور لليونت رامب انبوت، لليونت رامب ريسبونس، يعني يونت رامب انبوت جيفن باي، بالقانون ده ما طول ما يونت رامب يبقى اجيب الكي في، والاي اس اس بيساوي واحد على الكي في، تطلع بالقانون ده. هو عايز يثبت دي، عايز الجي بس الاول، ركز معايا كده. هو بيقول لي عندي يونت فيدباك سيستم، يونت فيدباك، وعايز الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي جي، يبقى عندي الجي اهي في الاوبن لوب اللي هي الفورورد عندي، واعمل يونت فيدباك والانبوت داخل على الصامنج على طول. الكلوزد لوب اصلا من المساله مديها لك بالشكل ده، ده بيقول لك دي الكلوز. طب من البلوك اللي قدامك ده عباره عن ايه؟ ركز معايا كده، يبقى الفورورد على واحد زائد جي، تمام؟ الاتش بواحد هنا. امسك ايه؟ شايف المعادله دي؟ ساوي المعادله دي، اضرب طرفين في وسطين واخلص الجي اخليها في طرف واجيب الجي، يبقى طلعت الجي اهي. الجي دي عباره عن الاوبن لوب ترانسفير فانكشن، او يطلق عليها الفورورد ترانسفير فانكشن. ليه سميتها اوبن لوب؟ لان الاتش بواحد، اضرب الجي في الاتش يطلع عندك جي في واحد تطلع جي، يبقى الجي اوبن لوب، اوبن لوب جين او الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. المهم عندي تطلع بالشكل ده. ارجع تاني، هو عايز يطبق ايه؟ يونت رامب انبوت، يعني ار بواحد على الاس تربيع،
ما تغلطش، طول ما واحد على الاس تربيع ده الانبوت، يعني انا بجيب ثابت اسمه كي في، اضرب الاس في الجي، مش الجي هي الاوبن لوب او الفورورد ويونتي فيدباك، والانبوت داخل على طول، يبقى ينفع طبق القانون، بدل ما انت تروح تجيب الكلوزد وتقول ار ناقص اس سي وتعوض، لا اضرب الاس في الجي ده الاوبن على طول. شايف دي؟ طيب واحد اضربها في اس، الاس طارت مع الاس، الاس طارت مع الاس، عوض عن الباقي اس بزيرو، يطلع بالقيمه دي، يبقى ده الكي في. اصلا الستيدي ستيت ايرور عباره عن ايه؟ واحد على الكي في، يبقى يطلع مقلوب ده، مقلوب ده، يبقى انا اثبتت الجزء الثاني من المساله. نروح لاكزامبل ثلاثه، اكزامبل ثلاثه طبعا انت هتقراه وهو محتاج رسم، انا عشان ما اطولش عليك مديك ثلاث رسومات، ثلاث رسومات، بص كده، هنا لما اضرب الاثنين دول في بعض يبقى ده الجي، واليونت فيدباك والانبوت داخل على طول، اضرب الاثنين في بعض يبقى ده الجي، اليونت فيدباك الانبوت داخل على طول، هنا ده اخلصه يبقى ده كلوز لوب. الناتج اضربه في ده، يبقى دي عباره عن الجي اللي هي الفورورد عندي، وادي اليونت فيدباك عندي، والانبوت داخل على طول. يبقى التلات امثله دول ينفع تطبيق القوانين عليه. يلا كده، لو انت عايز الكلوزد لوب هنا بالشكل الاولاني هنا، كلوزد لوب للثانيه اهي، كلوزد لوب للثالثه اهي. طب لو انا عايز الجي بس، لو انا فقط عايز الجي عندي اعمل ايه؟ الجي الاولانيه عندي ان انا بضرب دي في دي، الجي الثانيه اضرب دي في دي، الجي الثالثه اخلص دي كلوزد لوب اضربها في دي، يطلع عندي الجي هسميها جي 3. هو عايز يطبق انبوتس مختلفة، ركز معايا كده. أول حالة عايز يطبق يونت امبلس، يونت امبلس دي ما خدناهاش في القوانين، يبقى أبتدي أحلها كمسألة. يونت امبلس عندي الار اوف اس بكام؟ ما تغلطش بواحد. قانون الستيدي ستيت ايرور في حالة اليونت فيدباك وأوبن لوب ترانسفير فانكشن هي جي، القانون بتاعه يتحفظ. أنا هاخد التلاتة جي للتلاتة سيستم، طيب واحد، طيب واحد، طيب واحد، عشان في اسم منفرد. تمام يا شباب؟ ركز معايا كده، أنا هعوض عندي عن الار بواحد، يبقى اس على واحد زائد جي، ده في حاله يونت امبلس. يلا كده الستيدي ستيت ايرور للحاله الاولانيه، انا بضرب الاس على واحد زائد الجي، تمام؟ في مشكله، اس منفرده في البسط والجي منفرده في المقام، عوض عن اس بزيرو على طول، تطلع زيرو على واحد زائد جي اوف زيرو تطلع زيرو، يبقى لكل الاشكال اللي قدامك دي هتطلع بزيرو على طول. عايز تتحقق ركز معايا كده، هتاخد الاس على واحد زائد الجي عندك بتعوض عنها وتخلصها وتجيب لها الليمت، بعد ما تجيب لها الليمت تطلع بزيرو، ترجع تعوض في القانون وتوحد مقامات وتخلصها تطلع بالشكل ده، تطلع بزيرو. التالتة اهي تعوض هنا وتخلصها وتعوض عن اس بزيرو تطلع بزيرو، يبقى مباشرة الاس منفردة في البسط عوض عنها بزيرو، الجي منفردة في المقام عوض عنها بزيرو، زيرو على اي حاجة يطلع بزيرو. ده كان طريقة سريعة. نروح لليونت ستيب انبوت، دي جبناها بالقوانين، يبقى الار عندي بواحد على اس، ده طيب كام؟ طيب واحد، وطيب واحد بيبقى عندي في حاله اليونت ستيب كي بي، الكي بي عندي في حاله اليونت ستيب بجيبها ازاي؟ عباره عن جي اوف زيرو، طيب ما اتعوض عن اس هنا بزيرو، يبقى هنا زيرو حاجه على زيرو بمال النهايه، هنا زيرو حاجه على زيرو بمال النهايه، زيرو حاجه على زيرو بمال النهايه، يبقى كل النواتج هنا تطلع بايه؟ بما لا نهايه. بدل ما تحل كل جزء منفرد بما لا نهايه. طب الستيدي ستيت ايرور في حاله الكي بي اللي هو في حاله يونت ستيب، واحد على واحد زائد كي بي، يتحفظ القانون ده، واحد على واحد زائد كي بي، طب ما الكي بي بما لا نهايه، يبقى واحد على ما لا نهايه يطلع بزيرو، يبقى لكل السيستم عندي او لفور اول سيستمز، بدل ما تحل لكل سيستم منفرد تطلع بالشكل ده. لو هنا اداك طيب واحد، هنا طيب اتنين، هنا طيب زيرو، اعمل ايه؟ احل كل ترم لوحده، يبقى اجيب كي بي لكل ترم منفرد. طب لو انت جبت الكي بي لكل واحده ولقيتها مختلفه، يبقى الستيدي ستيت هيبقى مختلف لكل واحده. نروح لليونت رامب انبوت، يونت رامب يعني واحده على الاس تربيع، هنا طيب كام؟ واحد واحد واحد. لو انت فاكر الجدول بجيب الكي في، هسميه كي في اي، عباره عن ليميت اس في جي، ركز معايا في الحته دي، اس في الجي، يبقى هضرب دي في اس، اس مع الاس طارت، يفضل 5 على 5 اس زائد 1، عوض عن اس بكام؟ بزيرو، يطلع 5. او وقتها اجيب الستيدي ستيت ايرور للحاله الاولانيه، واحد على الكي في يطلع بواحد على خمسة، اتنين من عشرة. يلا الكي في بتاع التانية نفس القانون مفيش اختلاف، اس في جي. ليه بجيب الكي في؟ عشان الانبوت عندي رامب، هضرب دي في اس، الاس طارت مع الاس، يفضل دي عوض عن اس بزيرو تطلع بخمسة، يبقى الستيدي ستيت ايرور عندي يطلع باتنين من عشرة. كي في للحالة التالتة نفس القانون، هنعوض في القانون هنا، هضرب في اس، الجي اضربها في اس، يبقى هنا اس، الاس طارت مع الاس عوض عن اس بزيرو تطلع بواحد، يبقى الاي اس اس عباره عن مقلوب القيمه دي يطلع بواحد. نروح ليونت بارابوليك انبوت اللي هو اكسلريشن، كلمه الانبوت اكسلريشن او بارابولا، واحده الاس تكعيب، يبقى مضطر اعمل ايه؟ اجيب اس تربيع في جي. تاني القوانين دي يتم تطبيقها في حاله ستاندرد فورم للانبوت، يعني الانبوت يقول لك يونت بارابوليك، طب لو ما قالكش يونت بارابوليك يقول لك ايه؟ الانبوت مثلا واحد على اس تكعيب مضروبه في 2 من 10، ترجع تعوض في القانون الاساسي. يلا كده اضرب دي في اس تربيع، اس تربيع التربيع طار مع الاس، يفضل اس في البسط عوض عن اس بزيرو، يطلع عندي الناتج بزيرو، يبقى الستيدي ستيت واحد على الكي اي اي يطلع بواحد على زيرو بمال النهايه، يبقى بجيب كي اي
في حاله ان الانبوت عباره عن بارابل اسمه اكسلريشن انبوت. نروح للكي اي للحاله الثانيه نفس الطريقه، هيطلع برضو بزيرو، يطلع عندي الستيدي ستيت بما لا نهايه. هروح للحاله الثالثه استربيع في الجي برضو، يطلع بزيرو، الستيدي ستيت مقلوبه يطلع بما لا نهايه. ليه؟ لان الثلاثه تايب واحد. طول ما هما تايب واحد وبطبق يونت بارابوليك انبوت، الكي اي عندي للثلاثه عباره عن ما لا نهايه، والكلام ده من الجدول. لو رجعت للجدول هتلاقيه بيطلع ما لا نهايه للتايب واحد، حاله اليونت بارابوليك انبوت. وبكده فيديو النهارده انتهى. ما تنسوش لايك كومنت وشير، وشكرا جزيلا. Thank you.